بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم، كل سنه واهلا وحضراتكم طيبين. يوم طويل وسهرناكم وضيعنا عليكم سهره راس السنه، لكن اليوم طويل جدا، الناس في اجتماعات من الساعه 11 صباحا اكثر من 12 ساعه متواصله، تخللها خروج الى احد الفنادق الكبرى عشان المؤتمر بتاع المشروع الكبير بتاع الاستاد، ثم العوده لمناقشه او استمرار مجلس الاداره. لكن احنا هنحاول نلخص لكم اهم القرارات. في قرارات خفيفه كده شكليه هنستعرضها في الاول، وبعدين نتكلم في الحاجات اللي انتم مستنيينها. في ثلاث سفريات يا جماعه رياضيه، واحده كره السله بالامارات من 17 ل 25 الدرجه الاولى. ما هو يا ريت تسجلوا بدل ما تكتبوا. انا عارف ان انا على الهوا، بس بقول للشباب الحلو ده سجلوا معانا بدل ما استنى. كرة السلة بالإمارات من 17 ل 25 واحد درجة أولى سلة، وبعدين في دورة للناشئين لكرة القدم تحت 13 سنة في دبي، دي هيترأسها المهندس خالد مرتجي، وكمان في سفرية بتاعة الغطس اللي في هولندا، ودي هتترأسها الدكتورة رانيا علواني، وفي الاجتماع المهم بتاع الكاف اللي هيتحدد فيه الأفضل في كل مجال، حكم ونادي ومدرب ولاعب بتاعة الكاف، واللي هتكون في أكرة، ودي هيروحها الأستاذ إبراهيم الكفراوي. تشكلت مجموعة بتاعت الكاف 4 يناير بإذن الله. تشكلت مجموعة من اللجان، أهمها لجنة لائحة النظام الأساسي. اتشكلت لجنة عشان نحط نظامنا الأساسي بقى، المقترح بتاع لائحة النظام الأساسي بصدد تجهيزه لإعادة طرحه على الجمعية العمومية واعتماده ليصبح للنادي الأهلي لائحته الخاصة، ودي هتكون برئاسة المستشار محمود فهمي رئيس، ونائب الرئيس العمري فاروق، مع احتفاظنا بقى بالألقاب للناس كلها، وعضوية السادة إبراهيم الكفراوي ومحمد الجرحي وطارق أنديل، مع الدكتور سعد شلبي والمستشار حلمي عبد الرازق في النواحي القانونية. دكتور سعد شلبي خبير في اللوائح الرياضية والتسويق، وحلمي عبد الرازق خبير في اللوائح القانونية. كذلك قرر المجلس انه يعمل مبدأ جديد هينتدي باثنين من الجهاز المركزي للمحاسبات للمشاركة في جميع لجان البت في النادي، سواء من الناحية الفنية أو المالية، منقصات مزايدات، إمعانا في تأكيد سلامة الإجراءات والشفافية، وتأكيد أيضا على الرقابة، مبدأ الرقابة السابقة. لما بعمل أنا موضوع بجهز فيه الرقابة الإدارية من الأول، يبقى أنا مطمئن إلى النتائج هتكون سليمة. أيضا انتداب اتنين من النيابة الإدارية، دي بقى في النواحي القانونية هيبقى فيه مشاكل، سواء مع العاملين، سواء مع جهات مختلفة، سواء مع الأعضاء، فهينتدب اتنين من نيابة الإدارية تتولى التحقيقات في هذه الملفات. بطولة على فكرة دبي دي هتكون في شهر فبراير بتاعت كرة القدم اللي تحت 13 سنة. أيضا تم تشكيل لجنة لعمل يعني أبليكيشن اللي هي البرامج على الموبايل، علشان تسهيل التواصل مع السادة الأعضاء لتلقي المقترحات أو الشكاوى أو أي أمور أخرى يعين للسادة الأعضاء التواصل مع أعضاء المجلس. ودي هيكون رئيسها الأستاذ خالد الدرندلي، أستاذ الضماطي، أستاذ محمد الجرحي، الأستاذ محمد سراج، والمهندس المهندس كمال محسن اللي هو ماسك الإدارة الإلكترونية عندنا.
تم اعتماد الهيكل تم اعتماد الهيكل بتاع النشاط الرياضي. انتوا عارفين كان في لجنه برئاسه الاستاذ محمد الغزاوي لوضع تصور لتطوير النشاط الرياضي. اتعمل له نظام جديد خالص، بقى يرأسه مدير عام النشاط الرياضي، ما بقاش تحت رئاسة مدير عام النادي، بقى هو على نسق الكرة كده جهاز مستقل ومعاه 2 نواب لرئيس النشاط الرياضي. نائب لشؤون المالية ونائب لشؤون الفنية والإدارية. النائب لشؤون الفنية والإدارية هيبقى مسؤول عن مقر الجزيرة، يعني هو مسؤول عن النشاط الرياضي بمقر الجزيرة، بينما يتعين 2، 1 في مدينة نصر يعني مديرين، وواحد في شيخ زايد، دول مديرين في المقر. هيبقى نائب المدير لشؤون الفنية هو المسؤول عن النشاط الرياضي في الجزيرة. طيب تم تقسيم ما انا قلت كده، هو النائب مشرف على الثلاثه، على الاثنين التانيين، وهو نفسه قائم باعمال في نادي الجزيره، في مقر الجزيره. وتم تقسيم الالعاب الى مجموعات علشان يسهل التعامل فيها، يعني مثلا الالعاب الفرديه، السباحه ولا مش عارف ايه. تحبوا تقسيم الالعاب ولا تم تقسيم النشاط الرياضي في النادي الاهلي الى مجموعات الهدف منها ان يتعامل مسؤول مراقبه لكل مجموعه من هذه الالعاب. عندنا 3 مراقبين، هيبقى المراقبين دول هيبقوا بيتاكدوا من الانضباط في العمل، بيتاكدوا من الانضباط في السلوك، بيتاكدوا ان البرامج ماشيه في سكه تحقيق الاهداف للنادي الاهلي، ولهم ان يقدموا التقارير الى القيادات بتاعه النشاط الرياضي لو لقوا اي ملاحظات او اي انحراف مش مظبوط، عشان نتاكد ان في الاخر الممارس للرياضه بيتلقى المعامله اللائقه. مفيش مدرب يضرب، مفيش مدرب يشتم، مفيش مدرب يستهين او يستقصد ناس او يجامل ناس. فهيبقى عندنا 3 مراقبين في الـ3 فروع مع تقسيم الالعاب زي ما اتفقنا. لو عايزين تعرفوا تقسيم الالعاب ممكن اديها لكم. المجموعه الف كره السله، كره الطايره، كره اليد، الرياضه للجميع، يعني الالعاب الجماعيه. هنيجي للالعاب الفرديه بيسموها به، يعني العاب الماء، العاب القوى، ذوي الاحتياجات الخاصه. جيم التنس الارضي، تنس الطاوله، العاب المضرب، سكواش، يخش معاهم الجمباز والكاراتيه. كمان احاله ملف انشاء صاله الكاراتيه علشان المهندس صبور يحدد الكميات بتاعت كل حاجه والمواصفات الفنيه عشان يتم الشروع في التنفيذ. اللي هي بإعداد قوائم الكميات والمواصفات وجميع المستندات اللازمة لإنشاء صالة الكاراتيه بمقر نادي بالجزيرة، مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل. عايزين إيه؟ خلاص. عايزين إيه تاني؟ طيب. حصل بعض التعديلات يا جماعة، قبول اعتذارات ناس. برضو أقول نفس الشيء، المهندس صبور يبقى الكاراتيه، وهتبقى برضو كاراتيه في مدينة نصر، بتاعت مدينة نصر. إذا أيضا تكليف مكتب الاستشاري صبور بدراسة تكييف صالة الكاراتيه بمدينة نصر. قبول الاعتذار المقدم من اللواء شيرين شمس، لأنه الراجل يا جماعة
الحقيقة يعني كان مأجل كل حاجة، والمجلس مأجل بحث الأمر معاه لأن كان في عملية تسليم واستلام وما زالت قائمة، ولكنه طلب من المجلس حسم هذا الأمر لأنه عنده عروض يبدو أن عليه أن يتخذ قرار ويبلغ الناس اللي عارضين عليه حاجة. ولكن بروح النادي الأهلي والتعاون قال أنا تحت أمر النادي لمدة أسبوع أو 10 أيام أو كيفما احتاج الأمر لعملية تسليم واستلام للمدير الجديد، هيكون موجود معاه يسلموا كل الأوراق والمستندات بشكل مستندي سليم، المدير الجديد محمد مرجان. ده بالنسبة لمقر الجزيرة. بالنسبة لمقر مدينة نصر، تعيين اللواء حسن مسعود مديرا لمقر مدينة نصر، هو مش جديد على الموضوع، هو كان موجود قبل كده، هو كان يعمل في نادي الجزيرة ولكن لم يتأخر عندما احتاجه النادي الأهلي، وهيرجع اللواء محمود حزين يمارس مهامه لحد ما تنتهي عملية التشكيل النهائي. ما كل واحد من دول بقى من حقه يقعد برضه يعمل تشكيلاته، فاحنا عندنا برضه خلال شهر يناير توقعوا هيكون في تعديلات اخرى، توقعوا هيكون في تعديلات اخرى في القيادات وفي في بعض العمليات الهيكليه. عملوا لجنه عشان تبحث التجديد من عدمه لبعض العاملين في النادي، اتشكلت لجنه برئاسه العمري فاروق وابراهيم الكفراوي اعضاء ومهند مجدي، استعانه بمن تراه وتقديم تقريرها خلال شهر لحسم هذا الملف. انا اعتقد ان احنا كده خدنا كل القرارات النهارده، وهو يوم حافل بالاحداث طويل، ولكنه يعني كان يستحق العناء. وطبعا اهم حدث اليوم هو استاد النادي الاهلي اللي نرجو ان نشوفه واحنا احياء كلنا. اشكركم جميعا وتصبحوا على خير، وسهرناكم، ارجو ان يكون من خلال النادي قناه الاهلي للساده الاعلاميين كلهم، وارجو من قناه الاهلي ان تعيد اذاعه هذا التقرير اكثر من مره حتى تسنى الجميع الحصول على المعلومات في ذات الوقت. شكرا، كل سنة وطيبين وتصبحوا على خير.